شخص أتى إلى العمرة، فلما دخل المسجد وجدهم قد انتهوا من صلاة المغرب، فنوى أن يجمع المغرب والعشاء بعد الانتهاء من العمرة، فلما أقيمت صلاة العشاء دخل في الصلاة، فلما انتهت الركعة الأولى تذكر أنه لم يصلي المغرب، علما قام الإمام للركعة الرابعة جلس وسلم ثم قام وكبر، فلما انتهى الإمام من الصلاة قام وصلى الباقي، هل صلاته صحيحة؟ الأعمال بالنيات كما قال صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هو نواها صلاة العشاء، نواها صلاة العشاء، وتذكر في أثنائها أنه لم يصلي المغرب، فيتمها نافلة، تمها نافلة، إذا سلم الإمام يقوم ويصلي المغرب ثم يصلي بعدها العشاء لأجل الترتيب. نعم.